قربنا على اسبوعين دلوقتي واحنا منتظرين تشكيل الوزاره الجديده في المرحله الانتقاليه واللي بيطلق عليها حكومه الانقاذ. الوقت ضاع كتير جدا الفتره اللي فاتت ما بين اعتراضات وما بين اعتذارات. حزب النور اعترض على اكتر من اسم طرح في الفتره اللي فاتت انطلاقا من فكره ان هو محسوب على تيار معين او على حزب احزاب معينه او على جبهه الانقاذ، واتكرر الاعتراض مع اكتر من اسم. على الجانب الاخر كان في اعتذارات من كتير من الاسماء ايضا اللي عرضت عليها الوزارات او رئاسه الوزراء، خوفا اعتقد ان هو خوفا من المرحله الانتقاليه اللي احنا بنعيشها دي. مرحله مش سهله ابدا، مرحله عليها كل الاعين، والجميع لن يرحم من يخطئ هذه المره على ما اعتقد، لا المعارضه ولا المؤيدين للرئيس المعزول. الموقف حرج جدا، علشان كده اعتقد الموضوع خد وقت طويل قوي، ياخد وقته، بس الأهم إن هو يوصلوا لنتيجة تعمل فرق في الفترة اللي جاية، وفرق سريع عشان الناس تلمس هذا الفرق. عن تشكيل الحكومة وإحنا محتاجين إيه في المرحلة اللي جاية دي، وإيه أولويات الحكومة الانتقالية أو حكومة الإنقاذ، معانا الأستاذ مصطفى القاضي نائب رئيس تحرير الجمهورية وسكرتير عام اتحاد الكتاب. نهارك سعيد يا أستاذ مصطفى. صباح الخير يا فندم، نهارك سعيد. صباح النور. زي ما أنا كنت بقول الفترة اللي جاية فترة حساسة جدا ومش سهلة، والوزارة الجديدة واضح أن الناس حتى المرشحين نفسهم قلقانين منها، لأنه عارفين كويس قوي أن هم لن يرحموا، يعني محدش هيسكت، وإحنا محدش فينا هيسكت إذا أخطأوا أو لم يحققوا الإنجازات المطلوبة أو ما مشوش على سكة الثورة أو سكة تصحيح الثورة اللي إحنا فيها. حضرتك ايه تعليقك اولا على التأخير اللي حاصل في تشكيل الوزارة الكبير؟ يعني هو حضرتك طبعا مفيش شك ان الوزارة دي متعثرة جدا الولادة، رغم ان مدتها محدود جدا، يعني معروف انها لا تزيد عن 6 شهور، فات منهم حوالي اكتر من 12 يوم او 10 ايام، ما كانش يجب انها تتعثر بهذه الموضوع. في تصوري طبعا انه تعثرها ده راجع لان في ناس كتير بترفض لعده اسباب، البعض زي يمكن ما حضرتك ذكرت ان هو خايف، لكن في ناس تانية بترفض عشان غير كده. في ناس بترفض لان دي هو حاسس انه هيتحرق، انه هيجي 6 شهور مش هيبقى قدامه فرصه انه يجي وزير في المرحلة اللي بعدها أكثر استقرارا وكده. الواحد خايف ان هو يخرج ويبقى فيه مشكلة، لكن أنا بتصور ان أي واحد يرفض بدون سبب مقنع، يعني ان ده بيعتبر، يعني مش عايز أقول يعني شيء مش لطيف، لأن ده دور وطني وقومي، وإذا كلنا رفضنا ان احنا نأدي الدور بتاعنا يعني كده، فهيبقى ده شيء مش كويس، وهيضطر ان احنا نلجا ان احنا نجيب ناس اللي هو بيسميه عبده مشتاق، اللي نفسه يكون في الكرسي وان هو يمسك في الكراسي بشكل غير يعني. طيب احنا عايزين نقول للناس شويه معلومات لحد دلوقتي اللي وصل لنا. طبعا تم تكليف دكتور حازم الببلاوي بتشكيل الحكومه، دكتور محمد البردعي نائب لرئيس الجمهوريه كما زي ما الناس عارفه، دكتور زياد بهاء الدين نائب لرئيس الوزراء، في الدكتور جوده كمان عبد الخالق. دي هل دي اسماء تم الاستقرار عليها؟ في حدود علمي ان الدكتور جوده تم الاستقرار عليها ده للمره الثانيه على التوالي في نفس الوزاره. لا مش التوالي، لأن هو الدكتور جودة كان موجود في حكومة عصام، يعني المرة الثانية حكومة الدكتور الجنزوري، والتوالي بقى لا، ان هو يبقى في المرة بعديها، لكن هو رفض انه يستمر في حكومة هشام قنديل وخرج. دكتور جودة وزير للتضامن الاجتماعي، هو كان في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ايوه في نفس الوزارة، في نفس الوزارة، لكن خرج لما جه دكتور هشام نزيد. طب مين تاني الاسماء تم استقرار عليها يا استاذ؟ والله هي حضرتك في تكهنات، لان كل ما بيقابل حد. هل تم استقرار على اسماء تانية بس مبدئيا غير دكتور جودة عبد الخالق والاسامي اللي احنا ذكرناها؟ يعني مثلا انا سمعت ان دكتور ياسر عبد العزيز مرشح مثلا للاعلام،
مترشح مثلا واحده زي الدكتوره ايناس عبد الدايم والدكتور احمد مجاهد للثقافة. طبعا دي كلها حاجات ترشيحات يعني ترشيحات مش اكتر. طبعا وزير الداخليه باقي في مكانه زي ما هو، وزير السياحه طبعا، وطبعا وزاره الدفاع يعني في مجموعه، وزير الخارجيه اللي اعرفه ان نبيل فهمي مرشح للخارجيه كان سفيرنا في الولايات المتحده قبل كده، كلها طبعا يعني غير مؤكده تكهنات. لكن على حسب قول الدكتور حازم الببلاوي ان هو هينتهي من الوضع ده بالكثير في خلال 24 ساعه، وارجو ان ما يزيدش الموضوع عن كده كده. لكن هو اللي الواحد هتعرفه هل الوزاره دي هتيجي تحط السياسه اللي المفروض تنبغي انها تمشي عليها، ولا مجرد تيسير اعمال؟ انا في تصوري ان الوزاره دي هتبقى مجرد تيسير اعمال، لان لغايه دلوقتي ما اتوضعش الدستور، ويعني لسه ما اتفقناش اصلا على اللجنه اللي هتحط الدستور، ثم بعد كده يجي مجلس الشعب. مين اللي هيختار اللجنه؟ هو المفروض ان رئيس الجمهوريه هيطلع قرار بالموضوع ده. ويمكن بهذه المناسبه احنا امبارح كان عندنا اجتماع في اتحاد الكتاب، دعونا فيه كل النقباء بتاع النقابات، لان اتحاد الكتاب عنده تصور ان في حاله فراغ طبعا سياسي لعدم وجود مجلس الشعب ومجلس الشورى، فبالتالي مفيش جهات منتخبه، والافضل حاجه ان تكون اللجنه دي تكون من ناس منتخبين. فمثلا لو جه نقيب الاطباء فهو منتخب من الاطباء، نقيب الصيادله، نقيب الزراعيين، نقيب الفلاحين، نقيب رؤساء النقابات الفنيه يعني. فاحنا في تصورنا حاطين تصور وطرحناه وبعتناه للسيادة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت، والنهارده يمكن الساعه 1 الظهر في عاملين مؤتمر صحفي كبير هيبقى فيه كل النقباء والجبهه الموجوده معانا، واحنا كمان يمكن داعيين ليها ان احنا طلبنا ان احنا نوسع ان نحط فيها كمان كل الناس المنتخبه، معنى مثلا ان نحط فيها واحد زي رئيس النادي الاهلي لانه بيشكل. بس انا تخيلت ان لجنه كتابه الدستور دي المره دي هتكون مشكله من قضاه يعني وناس متخصصه في الدستور، يعني قضاه دستوريين. هقول لحضرتك حاجه، هي مهم جدا ان يكون فيها فقهاء من الدستور وفقهاء دستور، لكن في الحقيقه لا يجب ان تكون اللجنه كلها من الفقهاء كلها الدستور كده. لان حضرتك معترض على انها تكون بس من الفقهاء الدستوريين؟ هم لابد من وجودهم، وجودهم شيء مهم جدا، لكن حضرتك دول هيبقوا كويسين من ناحيه الصياغه القانونيه، من ناحيه الدراسه الدستوريه للموضوع، لكن هم لا يعبروا عن بقيه الشعب، وكل واحد اولى بمشكلته. يعني مهم جدا ان المهندسين يعبروا عن نفسهم، العمال يعبروا عن نفسهم، الفلاحين، المراه، يعني الفقهاء الدستوريين مش هيعرف يعبر عن المراه، يجب ان تعبر المرأة. مش هيعرفوا يعبروا عن الكنيسه، عن الازهر، عن الشباب، يعني وجودهم مهم، بس دول ايضا كمان يعني وجودهم مهم جدا. انا حابه اسمع راي حضرتك استاذ مصطفى القاضي في اختيارات او التسريبات للاسماء المرشحه للحكومه. هل حضرتك بتلمس نوع من الاختلاف في عمليه الاختيار او في منهج الاختيار، ولا حضرتك شايف ان هو او ايه؟ يعني رؤيتك ايه قراءتك للتسريبات اللي هي واصله لنا لحد دلوقتي؟ يعني هو انا في الحقيقه يعني انا مش عاوز ابقى معترض حاجات وكده، لكن هو بكري على الاعتراض، هو لسه لم يعلن شيء، ولكن هي كلها تعتبر تسريبات. لكن يعني خلينا نتكلم يعني بصراحه شديده جدا، يعني الدكتور حازم الببلاوي شخصيه عظيمه جدا ومنظر هايل ومفكر جميل، مفيش حد فينا على فكره ما قرالوش، ومفيش حد فينا ما يعرفوش، كل الناس يعني عارفه قيمته كده. لكن هو حضرتك يعني سنه 77 سنه، احنا بنتكلم النهارده عن الشباب، وعلى فكره العالم كله حضرتك دلوقتي بيتجه للشباب، الشباب هو اللي يقدر. وعلى فكره مفهوم الشباب ده يعني بقى غريب جدا، يعني احنا كنا بنشوف ايام مبارك انه بيبص لواحد عنده 70 سنه انه ده شاب لانه اصغر منه 15 سنه وكده. لا، مفهوم الشباب مش كده. انت حضرتك النهارده احنا كنا بنشوف احمد بهاء الدين اقل من 30 سنه وكان رئيس تحرير وكان ناجح وكده. اذا اردنا ان احنا البلد دي انها تنجح لابد ان احنا ندي الموضوع
للشباب. ومش عيب على فكره ان الكبار يرجعوا خطوه او خطوتين ورا، وهم في الحقيقه مش ورا، هم برضو ممكن يبقوا ورا الشباب، يقدروا يدوا له خبراته ويديله. طب هل الاسماء اللي مطروحه في الوزاره هل دي تعتبر كده ما يطلق عليه وزاره تكنوقراط ولا لا؟ ما هي لسه لم يتم التسريبات الاعلان. التسريبات اللي احنا يعني احنا سامعين زي ما حضرتك قلت دكتوره ايناس عبد الدايم للثقافه، المستشار حسن بدراوي للعدل، اشرف العربي لوزاره التخطيط وهو نفس منصبه السابق يعني في الوزاره هشام قنديل اعتقد هو وزير السياحه اعتقد برضو نبيل فهمي وزير للخارجيه. الاسامي دي بالاضافه للدكتور ياسر عبد العزيز مثلا للاعلام اللي هي قصة كبيرة، دي أعتقد أنه هيبقى عليه مسؤولية على عاتقه كبيرة يعني. هل دي تعتبر بالشكل ده حسب طبقا للتسريبات دي وزارة التكنوقراط؟ بس هي برضو حضرتك ما تقدريش تعولي عليها لأنها هي مجرد يعني تيسير أعمال يعني. أيوه. لن يستطيع مثلا الوزير يقول أنا هحط سياسة للوزارة بتاعتي يعني أقول هحط سياسة إعلامية احطها لايه الخمس شهور. ده انا على مبدا احط اجنده او سياسه اعلاميه معينه في خلال الاسبوع دي، انا اعتقد تكون المده بتاعتي خلصت. زائد في الحقيقه كمان ان العاملين اللي معايا عارفين ان انا يعني انا جاي مده خمس شهور. طب هو هيعمل ايه ولا هيسوي ايه يعني لان ربما اما يحصل وضع الدستور ويجي مجلس شعب جديد هيبقى في كلام، هل في وزاره اعلام ولا ما فيش وزاره اعلام؟ لا احنا مش عايزين وزاره اعلام حقيقه. ما احنا كاعلاميين ما اتخذش راينا في حاجه، المفروض ياخدوا راينا بقى في عشان كده في الجديد ما نشوف ايه اللي هيحصل. عشان كده بقول لحضرتك في اللجنه الدستوريه لا يجب ان احنا نحطها في قواعد الدستور دول فوق دماغنا وعلى راسنا. طيب. من فوق، لكن لازم ان يكون في ممثل. طيب. يعني يبقى من كل صحيح من لازم كل لازم اصحاب الشأن يكون ممثلين في تحديد مصيرهم الشخصي ويكون تمثيل حقيقي. يمكن المبادره. طيب. اللي احنا طرحناها كمان دي لانها بعيده عن نبقى فيها تحزب ديني يعني. قبل كده حضرتك الطيار الديني قال احنا 50% من بتوعنا وال 50% التانيين برضو احنا ننافس على ال 50% واحنا موجودين في ال 50% محاصصه التانيين يعني. فدي كانت شيء يعني بشع جدا. طيب ولا أنا يمكن كان محكوم على الدستور اللي اتحط في 2012 بالفشل. طبعا انا ارجو 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 اني يعني ننتبه لاخطاء التي حدثت في ثوره 25 وفي الثورات المصريه المتعاقبه من قبل ذلك وفي الثورات التي حصلت على مستوى العالم وان نحاول بقدر المستطاع ان نتجنب الاخطاء، لان انا ارى ان الاخطاء تتكرر كل مره ولا ندرك ذلك الا بعد فوات الاوان. طيب. فارجو ان احنا ننتبه للموضوع ده، ومعروف الاخطاء شكلها ايه، ومعروف كويس جدا مين اللي عاوز يوقع الناس في الاخطاء دي، وان احنا بقدر المستطاع نتجنب الاخطاء التي تقع فيها كل ثوره. طيب في 30 وزاره هتكون موجوده في التشكيل الجديد و30 وزير قد يعلنوا بحد اقصى يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. تم ادماج او دمج بعض الوزارات، ايه هم الوزارات دول اللي تم دمجهم؟ حضرتك عندك فكره؟ يعني انا اعتقد ان مش هيبقى فيه وزاره مش عارف شباب في احتمال انها تتعمل، وفي احتمال كبير دمج. مش هيبقى فيه وزاره شباب؟ لا انا اعتقد ان هيبقى فيه وزاره عاوزين شباب لغايه دلوقتي عاوزين يعملوها مجلس اعلى. المرشح ليها دكتور عمرو الشوبكي. ما هو بيقولوا احتمال انها تبقى مجلس اعلى للشباب والحاج وكده. اللي في وزاره التربيه والتعليم مع التعليم العالي هيتم دمجها. التعليم العالي وكده. البحث العلمي هيضموه برضو معاهم يعني كده. هي الماليه والاستثمار تقريبا الماليه والاقتصاد. الاقتصاد والماليه يعني، لكن هو حضرتك تقريبا نفس عدد الوزارات يعني. هو كان عدد الوزارات الثانيه 34 دول عاوزين يعملوها 30 فيعني ما هوش دمج يعني يعني كميات كبيره كده، تكاد تكون نفس يعني الحقائب يعني. مفيش حقائب كتير مختلفه عن طب لو اخيرا يعني في في في, في نقاط كده سريعه، الاولويات اللي حضرتك بتتصور ان الحكومه الانتقاليه او حكومه الانقاذ اللي بيتم تشكيلها حاليا لازم تتولاها، ايه اهم النقاط اللي لازم تكون اولويات على اجندتها؟ يعني انا بتصور ان لابد من دراسه عمل مشروعات
مهمه جدا للبلد، لان على فكره سبب الازمات جزء كبير منها جدا اقتصادي متعلق بالبطاله، فمحتاج ان انا اشغل الناس، محتاج في الحقيقه ان انا اعمل يعني في ناس كتير على فكره بتنزل لان هي فاضيه ما بتعملش حاجه. انا عايز مشاريع قوميه تخلي الناس تبدا تنتج وتحب الشغل وتنتبه للموضوع ده، وفي نفس الوقت هيبقى فيه البطاله والعجله هتدور والانتاج. انا بتشائم من حكايه العجله اللي هتدور، يعني الانتاج يزيد، بلاش نقول العجله الانتاج كده. لكن اللي بيحزنني دلوقتي حضرتك ان كله واقف، فانا ارجو ان احنا نبدا المسائل تبدا تمشي في الطريق الصحيح. في مشاريع كتير جدا محتاجاها البلد، في مشاريع كتير جدا ممكن انها تقوم، ولذلك انا بتصور ان الفلوس اللي جت لدعم مصر يجب ادارتها بشكل علمي ومنهجي، وانها يعني لان في الحقيقه يعني انا يمكن كنت بضرب مثل واحد قلت له لو انا رحت خدت قرض من البنك خدت 20-30 ألف جنيه وانا صرفتهم في سديت الديون اللي عليا او رحت اتفسحت بيهم هيخلصوا، لكن لو خدتهم لازم وعملت فيهم ادارتها بشكل وقسمتهم عملت محفظه دي جزء للديون تتسدد ودي جزء للناس تاكل وتعيش منها وده جزء للاستثمار اللي هو ممكن يجيب لي عائد واشغل منه ناس كده. وبعدين يجب ان تدار بشكل غير تقليدي، يعني بلاش البيروقراطيه وانه يجي يقول له لا اعمل كذا ونعمل لجنه وما نعملش لجنه. يعني مثلا مش عارف انا عايز اقول انا بيعجبني واحد جدا رغم ان انا ماليش علاقه بيه، يعني عشان ما حدش هو احنا الوقت انتهى للاسف الشديد. في فقره بعد كده. انا بشكر حضرتك جدا ومتشكره على الاولويات اللي حضرتك طرحتها. اكيد هيكون لنا لقاء تاني بعد ما تتشكل الوزاره نشوف ايه اللي تم فيها ونقيمها تقييم بقى موضوعي وعلمي على اسماء قدامنا. ان شاء الله. استاذ مصطفى القاضي سكرتير عام اتحاد الكتاب ونائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا ونهارك سعيد. شكرا، صباح الخير يا فندم. لسه فقراتنا ما خلصتش، هنرجع بعد الفاصل مع اشرف رياض.